السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم فيديو جديد، سوق بغداد جديدة، وهاي وقفة العصر يوم الجمعة 9/10/2020. اليوم السوق ما شاء الله خير من الله، راح نشوف شنو الموجود هنا وإن شاء الله نصور لكم إياه وينال إعجابكم. أخوكم محمد الزبيدي، يتمنى لكم مشاهدة ممتعة، لا تنسون الاشتراك بقناة الحبيب وأخويا همام تي في ومتابعتي على تيك توك والإنستغرام. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وتحياتي جميع المشتركين الطيبين. هذا سعره 25,000. حليف هذا أخويا؟ مع القفص لو بدون قفص؟ مع القفص 25,000. هذني الزوج 15,000. بيعه وحده لو لقط منها. هاي زوج يعجبكم سعره 15,000. هذا بلبل أليف، هو القفص ب60,000. في مجال ان شاء الله؟ لا قفله 60 فول تغريد. اللي يسمع تغريد يلا تعال. نهايته 60,000 هذا. هاي الحمر طواير بحلة شلع الزوج على 10,000. هذني اي زوج على 10,000. والتور اخويا على 12. على 12 بيعه وحده. تور على 12 بيعه وحده. وذا يلقط منها على 15 على 14. اذا زوج على 14. اي صورت الصور. ليه فحل زايد؟ هاي تور اذا زوج على 14، اذا بيعه وحده على 12. هذني زوج هنا ب6,000، وهاي بخمسة وهاي بخمسة. هذني اكو زوج ب20 واكو زوج ب30، وهذني زوج هنا ب50. هذا وهذا هذا وهذا 50. اكو ب30 واكو ب20 واكو ب50. الزوج ذني الصفر على 25 بحلة. هاي بس في حله هن؟ بس في حله. هذني بالكارتونتين، هاي الكارتونه وهاي الكارتونه بس في حله. الزوج على 25، بيعه وحده لو يلقط عاد. بيعه وحده. وهاي الطواير؟ على 20. والطواير ذني على 20. ذني سعر الزوج على 13,000. طواير بحلة؟ ايه بيها مجال. وبيها مجال؟ ب 13,000 وبيهم مجال. هذني الطيور تك على 5,000، الزوج ب 10. وبيهم مجال. وبيهم مجال للطيبين. هذني حبيبي بيش؟ هذا الفلي ب 12. الفلي واحدة ب 12؟ وهاي الحمراء؟ هاي لك ببلاش. كفو. الحمراء يقول لي ببلاش، أنا مو من عشاق الطيور، أشكر هديتك واصلة على رأسي، لا هديتك واصلة. وهذا واحد ب 12؟ هذا ب 12، يعني هاي ايش قد تسوى؟ 3 4؟ 3,000 تسوى؟ تسوى 3,000. هديتك واصلة على رأسي، لو دجاجة كان أخذت. لا لا تسلم الله والديك، ما تقصر يا طيب. حبيبي هاي تورك على ايش قد؟ حبيبي أنا قلبي. الله يحفظك. على ايش قد ذني؟ أي زوج ب11. أي زوج ب11؟ أي زوج ب11. أي زوج يعجبكم سعره 11,000. وبيهم مجال للطيبين. وبيهم مجال للطيبين. هاي الزواج هي للتيك بلد.
زوج ب 2000 دينار. حتى هذا وياهن اخوي؟ لا هذا واحد اغراب. ليش هذا الاغرابي؟ هذا ب 2000. هاي الرافل على 12000 الزوج. هذا اللي الحمر والبدرنجل. البدرنجل ب6 وهذا على 7. تك على 7؟ البدرنجه ب6 وهذا اللي تك على 7 يعني ب 14 ب 20000 3. نهاية الزوج 12 اخوي؟ نهاية الزوج 12000. هذا النقد شين طير وفعل مو اخوي؟ طواير اثنيناتين؟ طواير اثنيناتين بيد ذني. هذا اللي سعره 30000 ارافل قشيم. هذا اللي هراتيات ب 30000. هذا الديتش الهراتي بعد مخلف سعره 40000. قد عمره حجي هذا؟ 8 اشهر؟ عمره 8 اشهر. ريس تركي مو حجي؟ تركي. يا ابو وصلنا عمي العزيز جاسم ابو حسين. جاسم ابو حسين عنده خانه بالوقفه مال بغداد. عين افتح لنا شوفنا ذني الارافل. انا بعني في تبي شوف تحت. اي على الارافل هاي على ايش قد؟ والله على 12. زوج على 12؟ اي على 14 15. ليش نهايه الزوج؟ يعني نهايه اذا تبي على 10. على 10 قفل؟ اذا بيعه وحده. اذا بيعه وحده. اذا بيعه وحده. ايش بيهن ذني ذني الحمر ارافل لو سلافر؟ لا هذا سلافر سعودي. سلفر؟ اي والله سلفر. لا ابو عاشت لك. بدون حلفان احنا مصادقين تصادق ان شاء الله. نهاية الزوج 10000. انا ناجي على 10 ذني. اذا ابيع وحده واذا يلقط من عندها على 12. على 12. اي والله شلون مثل ما يقول كل شيء بسعره؟ عاشت لك. عاشت لك. سعر الزوج بيع وحده على 10000 واذا يلقط من عندها الزوج على 12. الزوج على 12 اذا يلقط من عندها واذا بيع وحده على 10000. هاي رافل وبين سلافر. ثواني بس اكو تور اربعه مو وياهم. هذا الزوج على 16 الحمر. اي والتور؟ والتور لا على على الزوج التور 4 كيل. اي هذا ما تعون السوق على 18. على 18 امهات عيون السوق والبيض. ليش هو ما تعون على 15؟ على 15 امهات عيون البيض والحمر. الحمر على 16؟ الحمر على 16. على المزار يعني خذ واحد اللي جاب طياره سطح هاي. طوايرك حلوه من عمي؟ طوايرك حلوه من عمي. لا والله ما في مجال. ذني فرخات حمر الزوج على 15000. بيعه وحده اخويا ذني؟ بيعه وحده. هاي هنا فوق وهذني جوا. سعر التيك 2000 الزوج ب4 بالخانة مال عمنا العزيز أبو طيب الساعدي. أي طير بلفين؟ وهذا اللي جوه نفس الشيء؟ على قادم على أبو علي. تيك على 2000. هذا اللي اكو تيك بثلاثة واكو بخمسة واكو بأربعة. كل من وسعره. هذا اللي لرافل بيعه وحدة نهاية الزوج 13000. الله يرزقك يا طيب حبيبي. شمر براحتك. وهذا النيل عنابر سرى زوج على 40000 زوجين. نهاية الزوج 40. هذني على 17000 بيعه وحده طواير وبحله. هاي طيور حلوه مثل ما تشاهدون. وسوق بغداد جديده اكثر شيء موجود هنا حمام. ف جدا اعتذر من عندكم ماني الموجود بدون ما تقولوا لي اصوره. شاهد الله علي.
وهذني على 14,000 بيعه وحده تور. العفو حبيبي حجي، هاي الهنداويات الزوج على 25,000. اي زوج يعجبكم سعره 25,000 هنداويات. هذني الزواجل الزوج 5,000. ذني دجاجتين مال مصلحة، وهذا ديك مصلحة، وذني أبرقيبة 2 عربيات. هذني 5 ب35,000. نهاية أخويا؟ نهاية 35,000. دجاجات بيابات؟ دجاجات بيابات. هاي فراخ المصلحة واحد ب500، 2 بلد. دجاج العربي زوج 25,000. ست دجاجات وديج، هذني 4 وهذني 2 وهذا الديج انضاف. هذني ايضا الزوج 25,000 دجاج العربي. هذني الهراتيات تلقوهن بمحل ابو عباس الوحده ب30,000 وبها مجال. العدد 3 دجاجات الوحدة على 30,000، 3 ب90,000 وبهم مجال، يعني تطلع الوحدة على 30. هذا عمره 4 أشهر مخلف هراتي سعره 45,000 وبهم مجال. أليف مثل ما تشاهدون، هو تركي مبين ريس تركي. هذا عباس ابن ابو عباس الوريد، ويا هذا المخلف الهراتي وردة عبوسي حبيبي. زوج 8 لاني زوج 8,000 افراخ عربيات. بهم مجال ابو عباس العربيات ب8 قلنا، بهم مجال؟ بهم مجال؟ ايه وبهم مجال، يعني الزوج ب7 ب6 يمشي ابو عباس. هذني المساكي تلقوهن بمحل سيد نور، بيعه وحده الكبار شلعه وحده الزوج على 30. مصلاويات ذني مو حمودي؟ مساكي مصلاويات بيعه وحده زوج على 30، وياهن الفرخات مالتهن اتصلوا عليه يختلف السعر مال الفرخات. شوف يحسب لكم ياهن الزوج على 15 على 20 على 10، تلقوهن بمحل سيد نور. هذني فرخاتهن وياهن مثل ما تشاهدون، وهذني الامايات مالات اخوه رعد اخو سيد نور. الأميات نهاية الزوج بيعه وحدة على 30، والفرخات يختلف السعر مالتهن. شوف ينطيهن ببلاش، يحسب لكم الزوج على 10 على 15 على 20، واللي ياخذهن شايفه الف خير. هذني يسموهن مساكي مصلاويات. هذني الهومرات الزوج على 25,000 بيعه وحده، والمساكي
زوجين مكعكلات ايضا على 25,000. تلقوهن بمحل سيد نور رعد. هاي شنو هاي؟ شو يسموها؟ هم مساكي؟ مئة ألف بني البيض؟ وهذن المساكي البيض مئة ألف عشف مثل ما تشاهدون رجليهن. الهومرات بيعة وحدة على 25,000، والمساكي المكعكلات زوجين على 25,000، وهذن المساكي البيض مئة ألف عشف. تلقوهن هذا الحلال موجود محل سيد نور. تصلوا على رقمه ما يقصر وياكم ان شاء الله. هذني بهم بصاروة وبهم زناقي زوج 10,000. من الهنداويات زوجهن 25,000. هذا الكوكات تو أليف سعره $600. تلقون محل حسين المولى ما يحكي بس أليف. طبغاء الكوكات تو هاي تلقوها محل حسين المولى درة تحكي متكلمة. سعرها 225، سعرها 225,000 وليفة صاعدة على يد حسين مثل ما تشاهدون، ومتعب ما بيها عضة. نهايتها اخويا نهايتها مع القفص 225,000 وتحكي متكلمة. تلقوهم محل حسين المولى، رقم تليفونه موجود مع باقي الارقام بالوصف. ابو علي جوك المشتركين دير بالك عليهم اخوي. عيني والله فدوى لقلبك، فدوى لقلبك. محل بسوق بغداد جديده بالبدايه. حمام الملكي زوج 35,000. محل حسين المولى. ذني زوج على 20,000. دور الكوز ذني زوج على 13,000. أي زوج يعجبكم سعره 13,000. هذني الاسماء زوج 8,000. هذني قرش وحشي زوج 50,000. كوكتيل الشكري شلونك حبيبي؟ شلون اخبارك؟ قواك الله. كوكتيل الشكري 75؟ كوكتيل الشكري زوج 75,000. تلقوهن بمحل محمد ناجي، رقم تليفونه مع باقي الارقام موجود بالوصف، اتصلوا عليه. تحكي؟ هاي المينا بدون قفص سعرها 120,000. تحكي كلمتين أليفة وواقفة مثل ما تشاهدون. طائر المينا تلقوها بمحل، تلقوها بمحل محمد ناجي، والده اسمه ناجي أبو علي. هاي المينا هي والقفص سعرها 100,000.
أليفة محمد؟ أليفة هاي الكناريات فوالة بالقفاص مثل ما تسمعون التغريد مالتهن هو والقفاص 45,000 بدون قفاص 40,000 تلقوهن بمحل محمد ناجي بهم مجال وبهم مجال هذني يسموهن براكيتات عيني هاي الزوج على شقد زوج 100 البراكيت اي زوج يعجبكم سعره 100 ببغاء البراكيت هذني زوج وهذني زوج وهذني اي زوج يعجبكم سعره 100,000 سعر الزوج 100,000 البراكيت هذا سعره 100 بدون قفص هذا بلبل مال بدرة لسانات فول تلقوه محل محمد ناجي بدون قفص سعره 100,000 أليف وهذا محمد هو القفص هذا هو القفص سعره 75,000 ذني بلابل أليفات قاعر السمان مايات زوج 6,000 جامبو هذني هذني الواحد على 15,000 وهذني زوجهن 50,000 تلقوهن بمحل يحيى افتح لي الباب هذا عمو هذا الباب ذني كوجن شعر تلقوهن بمحل يحيى يجي دجاجة زوجهن ب 50,000 هذا ابن يحيى البطل حبيبي الغالي هذني بيش الزوج كوجن الشعر اثنين بيوتة ودجاجة؟ اي بيت ذني كليتهن زوج ب60 كلهن ببيش ب90 كليتهن 90 بس شوفنا الدجاجة هاي الدجاجة عاشتي له ذني بيوتة اثنين وهاي الدجاجة الزوج ب60 اذا ثلاثتهن ب90,000 بهم مجال؟ لا والله نهايتهن؟ نهايتهن ذني تلقوهن بمحل يحيى هذا سعره 60,000 هيج هراتي العفو يا طيب هاي الدجاجة الهراتية سعرها 20,000 بياضة هاي؟ هاي بياضة هذا ديك ب20,000 والدجاجات اثنيناتهم ب15,000 نهاية لو بهم مجال اخوي بهم مجال بهم مجال وبهم مجال للطيبين واحدة بلاش ذني زوجين ب20,000 ديك ودجاجة نقرم فتة الفرنسي ذني الفناجز الزوج 25,000 تلقوهن محل غابات الامازون ببغداد جديدة بإدارة العم العزيز ابو صادق لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.